فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يمنع الصبي المميز من الوقوف في الصف الأول خلف الإمام، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. يلني يعني بكروا يا أهل الأحلام والنهى، بكروا. أما أنك تجي واحد من الشباب في خلف الإمام وتوخر، هذا ما يجوز، لأنه سبقك إلى هذا المكان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.